ما هو دين الأنبياء؟ اعلم أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام، فكل الأنبياء مسلمون يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. فمن كان في زمن موسى مؤمنا بالله ومتبعا لموسى عليه السلام، أي آمن بالله ربا وصدق برسالة موسى، فهو مسلم موسوي، أي من أتباع موسى. ومن كان في زمن عيسى مؤمنا بالله ومتبعا لعيسى عليه السلام، فهو مسلم عيسوي. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به مسلم محمدي.